هو احنا مسؤولين على التكاثر والتناسليات في الحيوانات بطريقه سليمه. احنا هنا عندنا تو بارتيشن، عندنا جزئين، يا اما مزارع كبيره اللي هي منتجه للالبان او مزارع التسمين، وعندنا الفلاح الصغير. المزارع الكبيره لما يكون عندهم مشاكل في السلالات اللي عندهم او مشاكل تناسليه، احنا بنروح لهم مكلفين بمأموريات خاصه، بنجمع عينات من عندهم ونيجي نفحصها عندنا هنا. الجزء الثاني بتاع الفلاح الصغير احنا بنروح له بنفسنا بقى من خلال قوافل علاجيه مجانيه، بنفحص البقر بتاعهم ونعالجه ونحسنه ونلقحه ممكن بوسائل منوي مميز عشان يدي للفلاح الصغير الغلبان ده يديله بقره منتجه كويسه. في جزء ثالث طبعا هو جزء داخل المعمل، احنا بنعمل اختباراتنا داخل المعمل من خلال ابحاثنا ودراساتنا، واخر دراسات لينا هي اللي بنطبقها في الحقل من خلال المزارع الكبيره والفحوص الحقليه داخل الناس، بنروح للناس عندهم في بيوتهم في اماكنهم الفلاحين البساط، وبنطبقها في الحالتين، في المزارع الصغير وفي المربي الكبير. يعني احنا عملنا تجربه جديده في الجاموس، عملنا تلقيحات بين الجاموس الايطالي وبين الجاموس المصري، ووصلنا لانتاجيه كويسه جدا. في الابقار كان جاي لنا ابقار من منحه ما كانتش منتجه خالص للبن، عملناها كروس، دخلناها مع فصائل اخرى، طلعنا انتاج عالي. الماعز مثلا، في ماعز اسمه ماعز البور، ده حاجه جميله خالص، ما لقحناه مع الماعز، الصنف من الماعز اللي عندنا، وطلعنا جيل تاني كويس. بنستمر بصفة مستمرة بنحاول نطور من انتاجية الحيوان، بس مش بس كده، احنا بنطور وبننفذ في المربي الكبير والمربي الصغير.